الاطلاع على التحديات التي تواجه مسيرة التعليم العالي بالسلطنة بوجه عام وكليات العلوم التطبيقية بشكل خاص كانت محور ندوة مشروع الخطة الاستراتيجية لكليات العلوم التطبيقية. الندوة جاءت تحت رعاية معالي الدكتورة راوية بن سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي، وناقشت أيضا الطرق الكفيلة بحل كافة التحديات التي تواجه التعليم العالي في السلطنة. الخطة الاستراتيجية لكليات العلوم التطبيقية تصل إلى المرحلة الثانية بقيادة خبراء واستشاريين وطلاب اجتهدوا لأجل درء التحديات ورسم ملامح المستقبل. الاستراتيجية ارتكزت على توافق هيكلة الإدارة مع رسالة الكليات وتحسين جودة المخرجات الأكاديمية وبناء شراكة منتجة مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تحقيق تمويل مستدام لإنجاح الخطة الاستراتيجية الموضوعة. كل عمل بجد كان في دعم حقيقي متواصل من المسؤولين في الوزارة والمسؤولين في الجهات الأخرى في الدولة. تم دائما كان في البداية كان توجيه أن نشتغل على خطة رئيسية وخطط بديلة لمعالجة أي قصور، فتم التركيز حقا بجد واجتهاد ونقل يعني المرحلة بطريقة سلسة للطلاب. تحديات عدة واجهت الكليات، أبرزها عملية تحويل كليات التربية إلى كليات علوم تطبيقية في فترة وجيزة، وعدم توفر أعضاء الهيئة التدريسية المتخصصة، وقلة الأجهزة التقنية. هناك تحدي كان كبير جدا، خاصة تحويل كليات تربية إلى كليات للعلوم التطبيقية في يعني ربما غضون أشهر، كان تحدي كبير، ولكن الحمد لله بفضل عزيمة وإصرار العاملين في هذه الكليات والعاملين في الوزارة والجهات الحكومية الأخرى الحقيقة التي ساندتنا في هذا الجانب. باعتباري أنا من الدفعات الأولى من كليات العلوم التطبيقية، شهدت مرحلة ولادة هذه الكليات. طبعا لا أقول أنها يعني كل شيء عندما يبدأ تواجهه تحديات. أبرز التحديات اللي واجهتنا نحن كطلاب من الدفعات الأولى كانت بالنسبة لنا التطبيق العملي، ولكن هذا التحدي يعني وضعت له خطط واستراتيجيات بعيدة المدى. وها هم الخريجون اليوم يعتلون الوظائف في مختلف القطاعات ويرفدون سوق العمل بالتخصصات المطلوبة. بالرغم من التحديات التي واجهتها كليات العلوم التطبيقية في بداية أعوامها الأكاديمية، إلا أنها استطاعت أن ترفد سوق العمل بمخرجات جيدة. لتلفزيون سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.